السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة برنامج أم البنات مع وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم هي خبيزات ديال الساندويتش، مختلفين على الخبيزات اللي درنا في الفيديو السابق. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو في هاد الخبيزات، وهي 500 غرام ما بين فورس أو سبيسيال يعني قمح الصلب، معلقة صغيرة ديال سكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، شوية الملح، معلقة كبيرة ديال الزبدة، جوج معالق ديال ياغورت طبيعي. كناخدو إناء صغير كنضيف فيه الخميرة والسكر وكندير عليهم الماء دافي، كنحركهم مزيان وكنحطهم على جنب حتى كتنفعل ليا الخميره ديالي، عاد كنضيفها على الخليط ديالنا. غنبداو على بركه الله، غنضيف جوج معالق ديال ياغورت طبيعي على الدقيق ديالنا، الملح على حسب الذوق، الزبدة معلقة كبيرة، كي قلت لك يمكن لك تعوضي الزبدة بجوج معالق حتى ثلاثة ديال زيت الزيتون. كنضيفو الخميرة ديالنا بعد ما انفعلت، وهنا كنبدا كندير القوام ديالي كامل في العجانه. بالنسبه اللي ما عندوش العجانه يمكن له يدير في القصريه. هنا كندير الماء دافي تدريجيا باش ما تجريش لينا العجينه. بعد ما كملت العجينه ها هي دا القوام ديالها، ما تكون ما جاريه ما قاصحه، وانما خصها تكون خفيفه شويه ما تكونش قاصحه حبس باش يجيونا الخبيزات مفشفشين. هنا غادي نرش سطح العمل وغادي ندير الكويرات ديالي ونرجعو. بعد ما كملت الكويرات ديالي ها همايا، هنا كنرش كنبدا نرش العجين الدقيق من التحت ومن الفوق باش ما تلصقش ليا العجينه ديالي في المدلك. كيف ما كتشوفوا ما رشيتش مزيان ولصقت ليا في المدلك. بالنسبه تبارك الله 500 غرام راه كتخرج بزاف، هادشي الا درتهم صغار خرجت ليا انا 17 حبه، درتيهم كبار غتخرج لك ديك 9 ولا 10. انا كنبغيهم صغار بحال هكايا، بالنسبه للدراري اللي عنده الدراري الصغار هذا هو القياس. انا كمل، انا كنصوب بهذه الطريقه هذه ورجع معاكم. انا كملت الخبيزات ديالي، غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق حقاش الجو حار. الا كان في فصل الشتاء راه غادي يديو وقت طويل. هنا ما خمروا ليا، غادي ندهنهم بياغورت. يمكن لك ديري صفر ديال البيض مع شويه الخل ونسكافي، يمكن لك ديري صفر البيض مع شويه ديال الحليب. بالنسبه للدهن داكشي كيبقى اختياري. انا بقى متوفر عندي ياغورت هنايا دهنت به. منين كملت الدهن رشيتهم بجنجلان. انتيا باش ما بغيتي ترشيهم رشيهم. انا كنكون شاعله الفران على درجه الحراره 250، كنشعل عليهم من التحت حتى كيطيبوا كنعاود نحمرهم. هذه هي النتيجه ديال الخبيزات. بالصحة والراحة، نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.